انا كنت بدأت الكورس في الاكسل يعني من فترة. تمام، وايه اللي حصل؟ انتوا كده معايا يا جماعه ولا ايه؟ ولا الانترنت بيقطع؟ شغال عادي يعني، نعم، بس تاني كده. برضو الحاجة لما يكون معانا وفاهمنا بتبقى أفضل. تمام، زي الفل اوي، زي الفل. حد هنا يا جماعه شغال برضو في الاكسل؟ يعني حد شغال شغله يعتبر مرتبط بالاكسل؟ انتوا معايا ولا ايه؟ انتوا خرجنا؟ لا، من الموبايل. تمام، بص اقول لك على حاجه، من المحاضره الجايه، او لو تعرفي تعمليها من المحاضره الجايه، حاولي تفتحي من كمبيوتر علشان نشتغل سوا بايدينا، يعني انت تبقي شغاله وانا كمان شغال. فاهمه قصدي؟ فاهمين قصدي يا جماعه؟ لا، هو انا معايا لاب وشغال عليه، بس انا عامله ميتنج على الموبايل وبشتغل على اللاب. بالظبط، زي الفل اوي، زي الفل اوي كده كده، كويس جدا. بص يا جماعه، من الافضل انك تفتحوا اللابات او تعملوا ميتنج صح على الموبايل وتفتحوا اللاب، يعني من الاخر اللاب يبقى مفتوح قصادكم، بحيث ان انتوا تعرفوا تطبقوا اللي انا بعمله ده، هتنبسطوا قوي في الموضوع. خلاص كده؟ تمام كده يا جماعه؟ اوكي، ماشي، تمام. تمام، بصوا بقى يا جماعه، انا اسمي محمد تحسين، قلت لكم بقى من الاول. هبتدي بقى، معلش عشان حاسس ان الانترنت قطع خالص. انا واحد بدي كورسات في جامعه رساله، بقى لي خمس او ست خم... اربع او خمس كورسات. شغال في الاكسل بقى لي حوالي سبع وداخل في 8 سنين اهو دلوقتي. وصلت لمرحله في الاكسل كويسه جدا، وبصراحه انا بحب افيد الناس، علشان في ناس بتبقى فعلا نفسها تشتغل بس مش عارفه التفاصيل قوي، وكمان كورسات بتبقى شديده وبتبقى تفاصيلها كتير. لا، الكورس ده هيبقى اربع حصص بالظبط، اربع محاضرات بالظبط، هديك فيه الزتونه من الاخر. الزتونه اللي هي ايه؟ ان انت تعرف ازاي تعمل معادله، ازاي تعمل جدول زي ما كان علاء كان بيتكلم، ازاي تعمل رسم بياني، ازاي تنسق ريبورت او تقرير محترم، ازاي تعمل معادلات اف وفي لوك اب والكلام ده. خلاص كده يا جماعه؟ بس انا بس كل اللي حابه ان انتوا بس تبقوا يعني مركزين معايا شويه. خلاص؟ كل ده في ليفل 1؟ لا، هو بص، هي الفكره ان ليفل 1 انا قلت لهم اكسل فور اول، بس هو الفكره، هو الاربع محاضرات دي هتفيدك في كل حاجه على فكره، عليا مش محتاج حاجه تاني، صدقني. اسمع مني. تمام، يبقى كده حلو قوي. زي الفل قوي. هو اكسل أو ليفل 1؟ لا، هي كانت اسمها، انا على فكره انا بعاني برضو من جامعه رساله في الحته دي، يا جماعه اسمه اكسل فور اول، لا هو اكسل ليفل 1 بس، مش هتفرق بقى. خلاص؟ خلاص كده يا جماعه؟ انتوا معايا؟ تمام مع حضرتك. تمام صح؟ تمام. انا هقفل الكاميرا دلوقتي وابتدي بعد تمام. هقفل الكاميرا وبعد كده نشتغل بقى ايه على الاكسل نفسه. بصوا يا جماعه، هنعمل كده شير سكرين ونعمل ادفانس بورشن. بصوا يا جماعه، اهو اهو كده، انتوا شايفين كده كويس؟ ظاهر. تمام، ثواني بس كده، هو هتظهر شوية يبقى حلو، بس احنا شايفينها تمام كده. انتوا شايفين كويس صح؟ مظبوط كده، ماشي كده، انتوا شايفين كويس. بصوا يا جماعة، هو لو سمحت، اتفضلي اتفضلوا. ما هو ممكن الشبكة عندك، انا غيرت بقى الكونكشن خالص. هل يا جماعة الصوت بعيد عندكم برضو ولا الصوت كويس بالنسبة لكم؟ شغال كده. لا كده تمام. لا شغال. ماشي، هو بس ممكن انت عندك الكونكشن او الانترنت عندك ضعيف شويه. طب تمام، فتحت البيت زي الفل قوي. بصوا يا جماعه، انا دي صفحه الاكسل شيت. لو انت تيجي تفتح الاكسل شيت هيتفتح بالمنظر الجميل ده. دي اول حاجه انت بتشوفها في الاكسل شيت لو انت بتفتح اكسل شيت جديد خالص، تمام كده؟ للناس اللي هي ما تعرفش الاكسل شيت خالص، ده جداول بيانيه. دي جداول، جداول اللي هي دي بتفرد عليها شغلك كله، كل الشغل بيتفرد على دي، تمام؟ بتقدر تعمل معناها معادلات، حاجات حسابيه، وحاجات حسابيه معقده كمان، اللي هو مش 1 زائد 1 يساوي 2، لا ده انت ممكن تقول له 1 زائد 1 في 3 في 4 في 5 في 10 في 12، يعني 5000 معادله في حاجه واحده تقدر تعملها في الاكسل شيت ده. وكمان الاكسل شيت ده تقدر تعمل تفاصيل عليه، تفاصيل الشغل دلوقتي كلها. بصوا يا جماعه، هو ما بقاش في شغل دلوقتي بدون اكسل، يعني ما بقاش في شغل بدون اكسل. حد هنا يا جماعه شغال او اشتغل بدون اكسل؟ يعني هل في حد شغال معانا يعني شغل عادي بس بدون اكسل؟
هو حسب الشغلانه يعني. انا مثلا في كليه تجاره مش هينفع اشتغل خالص من غير اكسل، مستحيل. بتكلم اللي هو مثلا في شركه، مثلا احنا بنتكلم اي شركه يعني، مثلا الكول سنتر اللي انا عارفه ان الكول سنتر، تخيل ان الكول سنتر كمان اللي بيترقى فيها اللي بيفهم في الاكسل، تخيل يعني. تخيلوا كده يا جماعه ان الـ ان ان الموضوع نفسه، الموضوع بتاع الاكسل يعني في الكول سنتر نفسه. نعم بصوا يا جماعه، في الكول سنتر نفسهم، الكول سنتر دي كل شغلانتهم بيستقبلوا كولز وبيخشوا على برامج تانية غير الاكسل. اكتشفت ان اللي بيترقى في في الكول سنتر ده اللي بيفهم في الاكسل، تخيلوا. بصوا بقى يا جماعه، ده هيبقى الشيت بتاعكم. احنا كل اللي هنقدر نستخدمه اللي هي الهوم، الهوم دي اللي انا جاي اشرحها لكم النهارده، الهوم بكل تفاصيل دي كده، الحته دي كلها تتفصل وتتفصص. تمام نتوكل على الله. بصوا كده يا جماعه، الشيت ده مكون من اعمده وصفوف. ده اسمه صف، اللي هي 2 3 4 اللي هي دي اسمها، تعال نقرب دي كده شويه، نكبرها دي كده شويه. دي اسمها اللي هي 1 و2 و3 و4، دي اسمها صف. ده A B C، ده اسمه عمود. تمام كده. يعني لما نيجي نقرا خليه مثلا، خليه هتتقرا ازاي؟ هتبقى دي 4، هتبقى رقم العمود الاول، بعد كده رقم الصف الثاني. تمام، هي اسمها فيها دي 4 اهي. انتوا معايا صح يعني؟ حاولوا كده كل فتره ثانيه حد يقول لي سامعينك، معاك. تمام سامعين، ماشي تمام. دي كده الخليه دي، يعني يعني مثلا اجي اقف هنا في الخليه دي، يقول لي ايه الخليه دي؟ كي و 5 اهي. بص مكتوبه كي 5 وهكذا، بتتنطق الاول رقم العمود بعد كده رقم الصف. دي صفوف كتير جدا يعني، بصوا لحد كام ما اعرفش، انا ما بقتش اعد والله يعني، ما بسالش، حوالي 1,485,000 صف يعني. ما اعتقدش ان في شركه تقدر توصل للمرحله دي كلها في شهر واحد مثلا، وهكذا. ده اي شيء بنفتحه بيبقى في الرقم ده يعني كده. لما انا هي قلتي لو انت نزلت الاخر هتلاقيه 1,485,000. الطبيعي يا جماعه، بالطبيعي او باللوجيك كده، ان الاعمده بتبقى قليله والصفوف اللي بتبقى كتيره. يعني مثلا وليكن نفترض مثلا ان في مثلا درجات الامتحانات، فبتبقى اقصى المواد بتبقى كام؟ 16 ماده مثلا، 20 ماده، 25 ماده، صح كده؟ فال25 ماده زي مثلا ايه؟ مثلا علوم، مثلا اهي علوم، مثلا علوم، دراسات كده. لكن اسامي الناس كتيره يعني، اسامي الناس تلاقيها بتنزل لتحت كتير جدا، ممكن توصل ل 500 و800 طالب، لكن المواد بتبقى قليله. هو ده اللوجيك بتاع الاكسل يعني. انت مش اكيد مش هيبقى عندك عدد الاعمده اكتر من عدد الصفوف، لا، هي المفروض عدد الصفوف اكتر من عدد الاعمده. يعني الصفوف دي اللي اسمها الصفوف دي والاعمده دي، خلاص تمام. نبتدي بقى في الهوم بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. هوم دي فيها، نبتدي في القسم الصغير اللي اسمه كليب بورد. ده دي اسمها كات وكوبي وفورمات برينتر. الكات دي لو انت مثلا هنا اسمك محمد، تمام، فانت ممكن تروح دايس هنا تدوس كات، وتروح ناقلها هنا تدوس ايه؟ بيست اهي، هتتنقل من هنا لهنا. تمام، دي اسمها كات. الكوبي اللي هي لو محمد، هاخد كده كوبي اهي وهنقلها هنا بيست، فبقت هنا محمد وهنا محمد، فاهمين قصدي؟ يعني الكوبي بتاخد نسخه، لكن الكات بتاخدها كلها. هي دي الكات والكوبي. الفورمات بينتر دي لو انا مثلا محمد، ده مثلا محمد كاتبه مثلا باللون الكبيره اهي، وباللون الاصفر، ثواني باللون الاصفر. هو معلش بس اتفضل. ممكن تاني جزئيه الكوبي والكات؟ ثواني. بص يا ستي، اهو حاضر، انا ليكي. نرجع كده اهو. بص يا ستي، الكوبي الكات قصدي، يعني نمسح دي كده الكات. لو انا دوست هنا كليك يمين دوست كات، ورحت في اي حته تاني دوست كليك يمين بيست اهي، اتاخدت من هنا اتحطت هنا. تمام. الو، تمام. طب لو الكوبي، هدوس هنا كليك يمين كوبي، وهاجي ادوس هنا كليك يمين بيست، فبقت من هنا لهنا، فاهمين قصدي؟ يعني بقت خدت نسخه، لكن الكات بتاخدها كلها، خلاص؟
الفورمات بينتر بقى دي ايه وظيفتها؟ الفورمات بينتر ماشي هي كده كده ما اتغيرتش، مش فاهمه فين يعني فين الاختلاف. انا مش فاهمك معلش. الكوبي اخدتها زي ما هي ونزلتها. طب ايه يعني ما هي دي الفرق ما بين هو انت ايه يعني انت ايه اللي انت فهمتيه من الكات والكوبي؟ الاثنين بيعملوا نفس الوظيفه تقريبا. ايوه بس في حاجه بتسيب مكانها وفي حاجه بتاخدها كلها. يعني مثلا محمد دي ما انا قلت لك يا محمد اهي انا خدتها من الـ من الـ من الخليه دي قط نقلتها في الخليه دي ما بقاش فيه هنا محمد، هنا ما بقاش محمد. فهمتي قصدي؟ لكن بيست بتخلي المكانين موجودين. تمام كوبي بتخلي المكانين موجودين اهي كده تمام. تمام فهمت. بصوا بقى كده يا جماعه معلش انا بحاول اطبق اللي انت بتقول على اللاشه ماشي تمام. اما بقى نيجي بقى للفورمات بينتر اللي عليها علامه المشتري مشت المشتري دي بقى ايه بقى حلاوتها بقى ايه؟ لو انا عايز مثلا محمد دي مثلا انا عاملها باللون الاصفر ومخلي الكتابه كبيره كده شويه تمام، فانا مش هقعد مثلا انقل الحاجات اللي بعملها مع محمد دي اقعد اكتبها هنا مثلا باللون الاصفر واقعد اعمل ارقام يعني اخليها مثلا بخط معين، لا التانية دي بقى حلاوتها اللي هي اللي هي المشت دي ان انا باجي اقف هنا واروح دايس المشت ده او بص علمولي عليه قلت له انا عايز اخلي نفس الخليه دي تبقى هي في الخليه دي. بص اول ما ادوس هنا ايه اللي هيحصل؟ شفتوا؟ اللي انا بنقل نفس التنسيق ونفس الالوان ونفس كل حاجه في الخليه بنقلها هنا. فهمتوا؟ الو؟ تمام تمام. يعني معلش كده يا جماعه طمنوني كده كل فتره والتانية عشان انا فعلا بحس ان الكونكشن بيقع. لا تمام تمام. عشان انا يعني حضرتك معلش حضرتك في الفورمات بينتر مع الكوبي ولا ولا مع الكات ولا مع الاثنين؟ يعني ولا مع اي حاجه؟ مع اي حاجه. انت بمجرد ما هتعلمي الفورمات بينتر على الخليه هتنقليها على الخليه الثانيه هتنقل معاكي. يعني وليكن هنا اهي دي خليه انا مخليها باللون الاحمر مثلا خلاص تمام، فانا هروح دايس عليها كده واروح دايس عليها فورمات بينتر واروح دايس هنا بص ايه اللي يحصل خليها هنا باللون الاحمر. الو انا عارفه ان الفورمات بينتر هيعمل نفس الحاجه بس انا قصدي يعني انا بدوس على الفورمات بينتر الاول وبعدين ادوس كوبي او كات واقوم دايس على البيست الناحيه الثانيه. بيست فين؟ ملهاش علاقه ببيست وكوبي خالص. هو الفورمات بينتر دي خليها يعني ولا هي الفورمات الفورمات بينتر ماشي يعني هي كانها كوبي هي بتنقل نفس مش كات هي بتنقل نفس الخطوات اذا كانها كوبي فعلا كانها كوبي هتنقلها بنفس رسوماتها وخطها وكل بس كانها كوبي بس مش كات. ده اللي انا بسال عليه بالظبط ليه يعني. بصوا بقى فهنا دي الفورمات بينتر علامه المشت دي. نيجي بقى هنا هنا الشكل ده يا جماعه الشكل ده انتم ممكن تشوفوه عادي جدا في الوورد. الشكل ده مثلا اللي هي تغيير خطوط تغيير الخط الخطوط اهي الكتابة أيوة. تكبر الكلام تصغر الكلام تخلي الكلام تخين تخلي الكلام مايل تخلي الكلام تحتيه خط اندرلاين تخلي مثلا الكتابه بتاع ده لونه ازرق تخلي الكتابه لونها احمر وهكذا. يعني قصدي ايه ان انتوا بتقعدوا تلعبوا في الالوانات دي بتاعتكم انتوا دي الحته دي. هنا مثلا لو انت عايز تخلي الكتابه مثلا في النص على الشمال على اليمين فوق تحت كده وهكذا. دي لو انت عايز تبتدي الكلام بالعربي او بالانجلش او على حسب الاوتوماتيك. الراب تكست بصوا يا جماعه الراب تكست دي حلوه قوي. بصوا دي مثلا محمد وهنا احمد مثلا. بصوا لما اجي اكتب مثلا محمد وتحسين تمام وضيق الخليه دي شويه. بصوا هتلاقي كلمه محمد تحسين مش باينه يعني هتلاقي هنا محمد تحسين لكن مش باينه هنا. فلو انت دوست عليه عشان الكلمه كبيره لو دوست راب تكست اللي هي ايه بيخلي الكلام ملفوف تحت بعضه. فاهمين قصدي ايه؟ عارفين حد يعرف معانا راب يعني ايه؟ عارفين راب راب جاي من عادة عادة الصياغة الراب دي اللي هي بتلفها تحتيها بتخلي الكلام يتلف تحتيها بالظبط اللي هي الراب. لو انا عملت لو انا فكيت الراب هيرجع تاني زي ما هو لو انا عملت الراب هيخلي الكلام تحت بعض وهكذا. المرج دي بقى حلو قوي. المرج دي
الميرج دي دمج خليتين في بعض. يعني مش مثلا تشوفوا هنا مثلا تلاقي في ناس كاتبين هنا في كلمه كبيره قوي يقول لك ايه عروض شهر في بص اهو تعال نعمل دي كده اهو انتوا معايا معاك بصوا هنا مثلا تلاقي الناس كاتبه ايه عروض شهر يوليو اهو ونكبر بقى الكلام كده كتير اهو بصوا شايفين اهو ونخلي الكلام مثلا بالاصفر ونخليها بولد شايفين دي الكلمه دي مش هينفع تتكتب في خليه لوحدها دي بصوا كام خليه ادي بصوا دي واخده الخليات دي كلها التظليل ده كله فاهمين قصدي يعني ممكن مجرد ما حضرتك تدوس على الميرج دي اصلا هي بتلغي كل الخلايا عشان تديك مساحه تكتب اللي انت عاوزه بقى. انا بعلم على الخلايا اللي انا عايز اعمل لها ميرج يعني مثلا بصي انا بعلم مثلا على كام خليه اهو بصي شفتي انت بتختار من الاول اصلا عدد الخلايا مش هو اللي انا اهو بصي شايفه انا بعلم اهو كده كام خليه اهي واروح دايس كلمه بصي اهي كده اتعلمت اهي واروح مثلا مثلا باللون الازرق ولا الاصفر وهكذا خلاص دي اسمها ميرج. بس مثلا اقول لك بقى على حاجه دي ميرج عشان الخلايا دي فاضيه يعني انا بنقل في خلايا فاضيه لكن لو في خليتين مليانين زي دي بتاخد اول حاجه على الشمال او اول حاجه على اليمين على حسب الكتاب يعني مثلا في محمد تحسين وهنا احمد لو انا علمت على الاثنين دول كده وقلت ميرج بص هيطلع لي رساله هيقول لي خد بالك ان في واحده مليانه قال لي الكلام هيتاخد من الليفت تو رايت يعني اول ما ادوس اوكي هتتاخد محمد تحسين كلمه احمد اختفت فهمت قصدي تمام تعالى بقى نقفل بره خالص ده كده اهو ونعمل ده كده ونبتدي بقى من الاول تاني بصوا بقى يا جماعه كده احنا جينا عند ميرج وتكست نيجي بقى هنا علاء انت معايا علاء بقى مع حضرتك انت بتستخدم الاكسل صح بس يعني لسه بذاكره يعني لسه ما بس دي مش يعني في شغل يعني او شيء من كده مش قصدي حاجه مين اللي بيستخدم اكسل دلوقتي انا حضرتك لا انا قصدي شغالين بصوا يا جماعه في مشكله بتقابل الناس هنا في الاكسل انا شغال اكسل انت شغاله في اكسل صح كده تمام بتدخلي ارقام عملاء يعني ارقام موبايلات عملاء يعني مثلا 012 كذا كذا 010 كذا كذا 011 ولا لا بدخل ارقام تليفون بصوا يا جماعه بصوا الاختيار ده سحري ابن لذين بصوا يا جماعه لو انا جيت كتبت مثلا هنا 010 15 0 مثلا او ايا كان رقم بصوا اول ما ادوس انتر تلاقوا الزيرو اللي جنب ال10 دي اختفت صح انت بتقابلي برضو المشكله دي صح بس بختار من الخانه بتاعه الجنرال كويس بتاع سواء نمبر او لا لا او يعني نمبر. رقم تليفون التنسيق بتاع بتاع لا لا بتاع الحاجه اللي هتدخل فيها حتى لو نمبر مش هتسمع المهم انا بس عايز اوريكم الجمله دي بصوا يا جماعه الخلايا هنا بيبتدوا هو الاكسل الديفولت بتاعه او اللي هو بيبتدي عليه ايا كان هو ايه بيبتدي ب الجنرال دي كلمه جنرال اللي فوق دي تمام فهو بيقول لي ايه الخلايا دي كلها مختاره جنرال دي اللي انا حاطط فيها رقم هو من الاخر هو اللي بيكتشفها بمعنى لو هي رقم هو هيقول لك دي رقم لو هي كتابه هيبين لك كتابه لكن مثلا حاجه في النص كده ملهاش مالكه يعني مثلا رقم الموبايل مثلا ده رقم بس هو عشان انتوا معايا صح مع حضرتك هو عشان رقم ركزوا في اللقطه دي احنا في الرياضيات بنقول ايه ان في الرقم الصفر على الشمال ملوش لازمه الاكسل مش فاهم الكلمه دي فاهمين يعني لو انا جيت كده كتبت مثلا 010 هيكتب لي 10 مش هيكتب لي الزيرو فاهمني لان هو مدرك ان دي رقم فالزيرو على الشمال ملوش لازمه يعني بصوا يا جماعه في اكواد مثلا يعني مثلا يقول لك مثلا ايه كود التيشيرت ده مثلا 0003 ده هو ده كود التيشيرت اسمه كده فتدوس انتر تلاقي طالع لي 3 فهمتوني فهو الواحد بيبقى عايز يسجل الزيروهات دي فهنا بقى تيجي فكره الاختراع ده او اللي هي الاداه السحريه الجميله دي جنرال طب انا دلوقتي عايز اخليها نمبر يعني ايه شايفين علامه النمبر دي معموله ازاي 10 بوينت كذا كذا اللي هي الديسيمال او اللي هي العلامات العشريه لو دوست عليها بيقول لي 10 ممكن بقى اكتب له مثلا ايه 10 مثلا 10.98 مثلا لا انا دوست غلط 10.98
فظهر لي العلامات العشريه عشان دي ارقام، فطبيعي ان هو يظهر لك مثلا 10 مليون 999.9 من 10 حاجه زي كده. النمبر الكرنسي بقى، الكرنسي اللي هي العملات، مثلا دي 10 دولار، لو عايز بقى اغير بقى العملات اهي مثلا من هنا انجليش ولا يورو ولا تشاينيز ولا ايه بالظبط، انت ايه اللي انت بتحبه. لحظه مثلا دي كرنسي، دي اكاونتنج، اكاونتنج دي حاجات محاسبيه بصراحه ما 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 بستخدمهاش ولا اعرف عنها حاجه صراحه. اكاونتنج شورت ديت، لو انا كاتب مثلا تاريخ عايز اكتبه تاريخ، لونج ديت برضو تاريخ، تايم اللي هو اذا كان الوقت، برسنتج دي اللي هي كام في الميه اللي هو مثلا كام، 1000 مثلا، مثلا ممكن مثلا 10% ولا حاجه. دي اللي هي اللي هي اسمها ايه، البرسنتج دي اللي هي اسمها ايه، النسبه المئويه، النسبه المئويه. فراكشن، فراكشن دي اللي هي الكسور. ساينتفك دي بصراحه ما اعرفش الساينتفك دي بتاعت ايه، اصل في حاجات كده يعني ماليش علاقه بيها يعني. ساينتفك دي اللي هي الاسس، مش برضو ما بستخدمهاش يعني، الواحد ما يعني انت مش هتستخدميها في الاكسل، ما هي اوبشن اوبشن كتير انت خربان. بصوا يا جماعه نرجع بقى، نرجع لمرجعنا اللي هو بتاع ال 010، ال 010 بيكتب كتب 10. طب انا دلوقتي على فكره يا جماعه المشكله دي بتقابل اغلبيه كل اللي اشتغلوا في الاكسل، انا متاكد ان هم قابلوا المشكله دي وبعد كده عرفوا حلها، اللي هو مثلا ايه، بقول لك يا سهر اكتبي لي ارقام العملاء. طب حاضر، اسمه محمد مثلا ورقم تليفونه 011 5 ما اعرفش ايه كده الارقام دي، وندوس انتر. طب فين الزيرو يا سهر؟ معلش اصلا مش عارفه، مش عارفه راح فين. ففهمت قصدي ايه؟ فعشان نعمل بقى رقم التليفون عشان يظهر، لازم تخلي الخلايا دي او الخليه اللي انت هتقف عليها تبقى تكست. تكست يعني نص، نص يعني ايه؟ النص ده هو الخليه دي مفهومه الاكسل اللي شايفها ان هي نص، فلو انا كتبت فيها اي حاجه هو هيقراها. يعني مثلا انا قعدت اكتب 0000003 ودوست انتر هتسجل. فهمت قصدي؟ يعني لازم تدخل الذكاء الاصطناعي الحاجه اللي بيفهمها ماشي تمام. بصوا يا جماعه انتوا فاهمين ولا لا؟ حد مش فاهم يا جماعه؟ عشان انا متاكد ان مفيش حد مش فاهم، ان في حد مش فاهم. تمام انا فهمتها، بس هو في سؤال، هي ايه اللي جنب الكوما تحت الجنرال اللي هي سهم يمين وسهم شمال؟ دي اللي هي العلامات العشريه، يعني مثلا 10 بصي 10.9995 مثلا، خلاص دي بقى اللي بتسهل الكلام او بتقرب الكلام. بص اهو دي بتقربها شويه، 11 بدل ما كانت 10.999 خليتها 11، دي بتقرب العلامات العشريه. فاهمين قصدي؟ ايوه تمام ماشي. دي بقى لو مثلا ايه، لو انتم مثلا بنتكلم مثلا، اما علامه الكوما دي علامه حلوه قوي، مثلا لو احنا عملنا 10 تلات كده ارقام كتيره كده، فانا عايز يفصل لي، انا عايز اعرف الرقم ده كام، ده مليون ولا 10 مليون ولا 100 مليون ولا مش فاهم. فلما بتدوسي على الكوما يقول لك ده مليار اللي هو واحد وقدامه 9 اصفار. فهمت قصدي ايه؟ تمام. يعني لو انا صغرت كده يبتدي يقول لي ايه ده مثلا مليون، مثلا لو انا وقفت هنا ومسحت كده كام صفر يقول لي ده 10000. فهمت قصدي يا جماعه ولا لا؟ تمام كده كده احنا واضحين كده لحد دلوقتي ولا لا؟ تمام تمام. عشان بس نرجع برضو رقم التليفون، عشان بس اقولها لكم رقم التليفون، رقم التليفون علشان تبتدي تكتب رقم التليفون لازم تختار رقم، لازم تختار ان الخلية اللي هتكتب فيها ما تبقاش ولا نمبر ولا جنرال. ليه؟ لان هم هيقروا الرقم اللي انت بتكتبه كأنه رقم عادي، فطبعا لما انت بتكتب الصفر على الشمال فمش هتقري لانه هو مش منطقي، فلازم تخليها كتكست. تكست دي اللي هي دي ليه ككتابه، احدد العمود بقى كله واختاره تكست بقى مثلا، يا سيدي اعلم على العمود كله خلاص، وتكتب مثلا لو انت كتبت 5000 صفر هنا هيسجلها لك، لان هو مش شايفها كانها رقم، هو شايفها كانها كتابه تكست كحروف حروف كده. احنا واضحين لحد الان ولا؟ هو الكولم بيكبر على حسب الاختيار بتاعنا، يعني اول ما عملت التكست هو كبر لوحده، لكن لو رجعناه نمبر هيصغر تاني ويرجع لحجمه الطبيعي، صح كده؟ الكولم بص يا جماعه، الكولم انا ممكن اهو واكبره، فاهمين اهي شايفه ولا لا؟ يعني انت بتعمل كده مش بيعمل كده حسب الاوبشن اللي انت بتختاره؟ بالظبط بالظبط. يعني انا بصغر الكلام وبكبر ال ازاي يا شباب؟ Thank you.
ازاي اقدر اكبره او اصغره؟ اهو ما هو انا مش عارف اعملها. اول ما تشوف ما بين العمدان كده هتلاقي في علامه زي علامه الكروس دي ظهرت. تمام كده. طب انا اعرف ازاي ان دي المساحه المناسبه لي؟ ما ممكن اكبره زياده عن اللزوم. بص بقى، ممكن تيجي هنا يعني مثلا مليكن هنا مثلا اكتب وحايد مثلا، فهنا لو انا دي بص في لسه في فرق ما بين الاصفاره، يعني لسه في اصفار ثانيه، يعني انا قعدت ادوس كده كتير اهو اتنينات كتير بس هي مش باينه عشان انا مصغر. تيجي هنا وتروح تدوس عليها مرتين، تدوس عليها مرتين دبل كليك هتلاقيها كبرت كلها خلاص كده. يعني هي بيعمل لك زي اوتو فيت كده، عارف اوتو فيت اللي هي يعني يعملها لك يظبطها. تمام. بصوا بقى كده كده احنا خلصنا الحته دي. دي بصوا يا جماعه دي انا بعشقها، الكونديشنال فورماتنج دي انا بعشقها، عشق السنين الكونديشنال دي، عشان كده انا محضر لكم الحته دي. بصوا يا جماعه الشيت ده ممكن نشتغل عليه طول حياتنا بقى لحد ما نمشي. يعني الشيت ده حلو جدا، الشيت ده فيه حاجات كتير قوي. يعني مثلا يقول لك ايه العربيه كريزلر، مثلا التايب بتاعها سي 300، سنه الصنع 2018، لحد ما نمشي كده كتير. تمام. الكونديشنال فورماتنج دي اسمها التنسيق الشرطي. التنسيق الشرطي دي يعني ايه؟ اللي انت تعمل لي تنسيق دي يا جماعه، تنسيق دي شامله ايه؟ شامله الوان. التنسيق دي يعني ايه؟ يعني بنسق الكلام، يعني مثلا ايه بعمل له لون، بخليه يظهر، بخلي مثلا الارقام مثلا تبقى بلون مختلف عشان اعرف افرق. على العموم لو انتم مش فاهمين انا هفهمكم الكلام ده عامل ازاي. وليكن هنا بصوا يا جماعه، هنا 114000، هنا 27559000، شايفين الارقام هنا؟ تمام. وليكن انا عايز الارقام اللي فوق ال 10000 دولار، تمام، تعمل لي عليهم لون اخضر على الاقل ابقى شايفهم. هنعملها ازاي؟ كده انتوا سامعيني؟ تمام. بص هنروح معلمين على العمود ده، تمام، العمود اللي هو اللي فيه الارقام دي، ونروح جايين على كونديشنال فورماتنج. وفي حاجه اسمها هايلايت. هايلايت يعني ايه يا جماعه؟ يعني ايه كلمه هايلايت؟ يعني تظليل. بالظبط، يقول لك اعمل لي هايلايت على الكلام. عارفين كانكم ماسكين قلم فلوماستر او قلم فوسفوري وبتلونوا الكلام كده، هو ده بالظبط. بنعمل شادو. بالظبط بنعمل شادو على الكلام. بالظبط، هو ده نفس الفكره، اللي هو بتعملي هايلايت على الكلام. فبتيجي تعمل لي هايلايت اهي جريتر زين، ويقول لك مثلا ايه انت عايز تعمل ايه؟ قول له انا عايز الارقام اللي فوق ال 10000، نكتب 10 1 2 3، هو كلهم فوق ال 10000، لا نخليهم بقى فوق ال 20000 بقى، يعني فوق ال 20000. طب فوق ال 50000 بقى؟ لا فوق ال 20000، 20 1 2 3، لا طب عايزين نخليها فوق ال 100000. كده كويس، احنا فوق ال 120000 كمان. فنقول له احنا عايزين الارقام اللي فوق ال 120000 تتلون باللون الاخضر مثلا، او اسمه لا ده لايت ريد، انا عايز جرين في الاول. خلاص وندوس اوكي. بصوا كده يا جماعه 135000 دي فوق ال 120000، 153000 فوق ال 120000، 210000 فوق ال 120000. فاهمين حاجه ولا مش فاهمين؟ فاهمين. كده واضح. على فكره صح يا جماعه، لو اللينك فصل هو فاضل له دقيقه، لو اللينك فصل نخش على نفس اللينك تاني بعد اذنكم يعني. تمام. بصوا 207000 فوق ال 120000، فهمتوا قصدي ايه؟ ان الارقام اهي موجوده 130000 280000 دي كلها فوق ال 120000. فاهمين؟ طب وليكن نفترض ان احنا عايزين نخلي الارقام اللي تحت ال 50000 تتعمل باللون الاحمر. هنعمل ايه؟ هنيجي نعلم على كل ده ونعمل كونديشنال فورماتنج ونعمل هايلايت وكلمه للزان. للزان اللي هي اقل من 50000، ونعمل اوكي. بصوا كل ده اقل من 50000، الاحمر ده 35000 اقل من 50000، 22000 اقل من 50000، 11000 اقل من 50000، 10000 اقل من 50000. فاهمين قصدي؟ ده اقل من 5000، 1400 اقل من 5000، 2000 اقل من 5000، وهكذا. اللون الاحمر ده اللي هو اقل من 5000 جنيه. طب حد عنده افكار تانية؟ ممكن نخليها نسب. تعال نشوف كده. بص تعال نعلم برضو على الارقام
ونشوف كونديشن الفورماتنج ونشوف الهايلايت. بص الهايلايت ايه بيقول لك ايه؟ بتوين بتوين ما بين رقم كذا ورقم كذا، فاهمين قصدي؟ ايكوال تو ايكوال تو اللي هو ايه؟ بيساوي كذا. هي انا عايز اعرف اول اختيار اللي حضرتك اخترته اللي هو كان اكبر من كذا كان فين بقى؟ اهو اول واحد ده اسمه جريتر زين. جريتر زين اوكي تمام. جريتر يعني اكبر، لس يعني اقل، بتوين يعني ما بين، ايكوال تو يعني بيساوي، تكست ذات كونتينز اللي هي كونتينز اللي هي الكلام اللي فيه كذا. بصوا اقول لكم شايفين الكلمه دي، الكلمه دي حلوه على فكره، تكست ذات كونتينز. بصوا اوريكم الحركه دي، الحركه دي حلوه جدا. بصوا تعالوا هنا نقف هنا كده، نطلع على الارقام دي، دي ماركات ماركات العالم كله، نيسان وهيونداي ومازيراتي وحاجات كتير قوي. احنا ممكن نقف هنا ونقول له ايه؟ تكست ذات كونتينز. نقول له ايه تكست ذات كونتينز؟ بقول له ايه لو الكلم، لو اعمل لي هايلايت، اعمل لي هايلايت او اعمل لي شادو على الكلام اللي فيه كلمه ار. بصوا ايه اللي حصل، شيفورلي فيها ار، كريزلر فيها ار، مرسيدس فيها ار، لاند روفر فيها ار، فاهمين قصدي ولا لا؟ اه تمام. يعني ممكن نختار حاجه صغيره بالزبط. او كلمه بعينها يعني، كلمه بعينها دي، لو كلمه مثلا وليكن مثلا ايه رايك مثلا نعمل تي ال مثلا، هل في حاجه اسمها تي ال؟ طب لو تي اي تويوتا، تويوتا شيفورلي، تويوتا تويوتا حاجات زي كده. ايه تاني؟ في ايه تاني، في ايه تاني؟ شيفورلي انفينيتي فيها حرف التي، جريت وول جريت فيها تي. طب ايه رايك لو احنا دورنا على كلمه واي، واي هيونداي فيها واي، تويوتا فيها واي، وهكذا. خلاص دي بقى حلاوه الكونديشن. الكونديشنال دي بقى انت ممكن تقعدي تخترعي فيها، بمعنى انت ممكن تيجي تعملي هنا وتدوري بقى مثلا داتا بارز، بقول له ايه؟ يقول لك داتا بارز دي اللي هي ازاي؟ اعمل لي الالوانات. بصي لو تلاحظي، بصي شايفين كده، شايفين البار دي اهو، بصوا دي بتلاقيها كبيره، فاهمين قصدي؟ تلاقيها كبيره اهي، بصوا بتكتر اهي، عشان يعني دي ارقام كبيره، 410 دي كرقم كبير. دي اسمها داتا بارز. مثلا اعمل لي مثلا علم كولر وهكذا. بصوا انتوا بتعملوا يعني مثلا دي اهي مثلا، اللي هي مثلا دي ارقام قليله، ارقام عاليه، ارقام متوسطه، يعني ده رقم كبير شويه، ده رقم يعني، في حاجات زي كده كتير يا جماعه. يعني قصدي ايه؟ ان انتوا بتقعدوا وانتوا بتقعدوا تلعبوا هتبان عندكم حاجات كتير قوي في الكونديشنال فورماتنج انتوا عايزين تشوفوها. مثلا توب 10، توب 10 يعني ايه؟ اعلى اكبر ارقام. بصوا كده ركزوا، اول ما ادوس عليها هيعمل لي عليها لون احمر، طب انا عايزها باللون اليلو الاصفر ده. خلاص اول 10 ارقام، بص اول ما ادوس هنا، هو احنا طبعا هنقعد ندور كتير قوي لان الارقام كتير، فاحنا ممكن نفلتر عليهم. بصي ممكن نفلتر، هقول لك نفلتر كده اهو، ونجيب الارقام اليلو دي. اهي دي، بص يا جماعه دي اكتر 10 ارقام فيها، يعني ده مثلا 1,150,000 جنيه، 620,000، 772,000، دي الارقام الكبيره جدا، فاهمين قصدي؟ الو تمام. كنت انتوا بتقولوا مين اللي نازل، مين اللي كان بيتكلم معايا على التايتل؟ كان في حد بيتكلم معايا على التايتل؟ اصلا من الاول التايتل فيه فلتريشن كده، فانا عاوز اصلا بقى هو اصلا ازاي فلتر. ده فلتر، فلتر يعني دي بتيجي من داتا وكلمه فلتر، هتدوسي عليها فلتر، بس انا لسه ما وصلتلهاش. الفلتر ده اللي هو بتدوسي كده تقولي انا عايز افلتر مثلا على كلمه تويوتا بس، يعني اي كلمه فيها تويوتا دور لي عليها. تويوتا اهو جاب لي كل انواع تويوتا وبالسنوات بتاعتها. لا انه اصلا يبقى جنبيها السهم ده من الاول وانا بقطع، يعني انا احط التايتل وجنبه كده السهم. رايك كده كويس كده بقى افضل؟ الو ايوه كده بقت افضل. كده بقت احسن. مش جنبها السهم بقى، هي كده بقت تايتل لوحدها بس. ماشي يا سيدي اهو كده. احنا الكونديشنال فورماتنج دي يا جماعه بقول لكم ايه، انتوا سامعيني كلكم صح؟ تمام. علشان خاطري جربوها، علشان خاطري اقعدوا كده العبوا مثلا، يعني مثلا اكتبوا هنا مثلا كده في اي حته كده لوحدها كده، مثلا 10 15 5 2، واقعدوا مثلا اعملوا مثلا كده واعملوا كونديشنال فورماتنج اللي هي اكبر من مثلا 4 مثلا، ودوسي اوكي.
الخمسة أكبر من الأربعة، الخمستاشر أكبر من الأربعة، العشر أكبر من الأربعة، لكن الاثنين مش أكبر من الأربعة. طب إيه رأيكم لو أنا كتبت بدل الاثنين دي 20؟ نورت أهي، بقت 20 أكبر من الأربعة. طب لو رجعتها تاني خليتها صفر، ما نورتش. فهمت قصدي؟ تمام. الموضوع ده هيعجبكم قوي، أنا بتكلم جد مش بهزر، الموضوع ده فعلا فعلا هيبسطكم قوي. الحاجة أهي سامعيني كده؟ اه تمام تمام. نبتدي بقى الفورمات از تيبل. دي بصراحه ما يعني ما الناس بتستخدمها كتير. دي مثلا سيل ستايلز. دي حاجه يعني عارفه اللي انتوا برضو بتلعبوا فيها، يعني مثلا قصدي ايه، بتقعدوا تعلموا كده مثلا وتقعدوا تيجوا عند السيل ستايل دي مثلا، طب نخليها بالمنظر ده، طب شايفين الحاجات بتتغير ازاي معايا؟ تمام. الالوان بس ان ده فورمات انتوا تقعدوا بس انتوا تقعدوا تلعبوا وتطلعوا الحاجات اللي انتوا عايزينها، فاهم؟ دي بتبقى اذواقكم انتوا، يعني دي مش بتاعتي انا، دي بتاعت انتوا اللي تقدروا تختاروا الالوانات بتاعتكم بقى وتقعدوا تلعبوا معاهم. فاهمين قصدي؟ ايوه تمام. يعني مش حاجه يعني تقنيه، حاجه فنيه بحته يعني. تمام. بتاعتكم يعني. بصوا بقى يا جماعه، الانسرت والديليت والفورمات دي اللي احنا بنعملها واحنا ماشيين. بصوا يا جماعه، الفورمات دي اللي هو بصوا عاملين قايمه كامله للفورمات. انت كل يعني الفورمات دي تخيل بيقول لك ايه، لو انت عايز الرو ده او الكولوم ده يبقى ارتفاعه ارتفاع معين اللي هو ده، نخليه مثلا ارتفاعه مثلا وليكن 14 او نخليه مثلا 30 مثلا او 40. او مدوس اوكي، بص اللي يحصل ان الارتفاع اتعلى شويه، او ان هو ال ثواني الارتفاع اتعلى، او اذا كان مثلا عايز مثلا اللي هو ايه مثلا بصوا من الاخر، انت ممكن توسع دي كده اهي وكده اهي، ثانيه لحظه اهي لحظه كمان عشان بس اظبطها بس كده لو سمحتوا. بصوا اهو سايفين سعودي دي ممكن اكبرها كده، ارجعها تاني، اخلي الفول اوبشن ده كده كبير، ارجعها تاني. ده من الاخر ده اللي بيحصل في الفورمات. حد معايا ولا ما حد ولا انتم مع الاسف؟ يعني الفورمات دي ممكن نعملها مانوال بالماوس يعني بلعب ال بالظبط. انتوا يا جماعه بصوا، انا نسيت اقول لكم حاجه صح، في الاكسل الاكسل ليه اكتر من طريقه تعرفوا توصلوا بيها للنتيجه اللي انتوا عايزينها. الصوت بيقطع. في صوت، في حاجه كده خرفشه او كده. انتوا كده سامعيني كويس؟ هو كده كويس تمام. بصوا يا جماعه، اللي انا بس عايز اقوله لكم ان اللي انتوا تقدروا تعملوا الاكسل يا جماعه، يعني ودنك منين يا جحا، ممكن تطلع له اكتر من حل، لكن هي كلهم بيودوا في نفس النتيجه. يعني كوبي وبيست دي انت ممكن تعملي هنا كوبي، تدوسي كده كليك يمين وتدوسي كوبي وتعمليها هنا بيست مثلا، ممكن تدوسي هنا كوبي وتعمليها بيست، ممكن تدوسي كنترول سي وبعد كده تعمليها كنترول في. في اكتر من كذا حل يطلع لك نفس النتيجه. فاهمين قصدي؟ ايوه تمام. بس فدي الحاجات دي تقدر توسع الحاجه، تقدر تصغر دي، تقدر ترجعها. دكتور عندي سؤال. اختصارات الكيبورد كتيره جدا وبتتنسي بسرعه، او احفظها ازاي كلها؟ لا اشهرهم كنترول سي، كنترول في، كنترول اكس، كنترول اس. دي تمام. في كنترول اي وفي كنترول شيفت سهم تحت وفي لا كنترول انا بتكلم عموما يعني في اختصارات عموما مش دي على فكره. كنترول شيفت سهم تحت دي اساسيه، كنترول اس دي تسييف الاكسل، كنترول سي، كنترول اي ما اعرفش كنترول اي بتاعتي بتعمل ايه. كنترول اي دي فلاش فيل؟ لا ما اعرفش بصراحه، انا بدوس هنا وادوس كلمه فلاش فيل على طول، مش او تخيل انا بدوس عليها كده. لا ما انا مش، بص خد بالكوا يا جماعه معلش، انت مش مضطر انك تبقى اكسبرت او ان انت تبقى محترف عارف في كل حاجه، انت تعرف اللي يقدر يشغل لك شغلك ويقدر يمشي لك الدنيا. على فكره صح يا جماعه، انا نسيت اقول لكم على حاجه كده في النص كده. انا عندي قناه على اليوتيوب وبقدم فيها نصايح في الاكسل وبعمل فيها كذا حاجه، فان شاء الله بقولها لكم في الاخر. يعني عملت فيها كذا حاجه في الاكسل هتبسطكم قوي يعني. بس فان انا بس عايز اوصل لكم ان في الاكسل تقدر تعمل اكتر من كذا حاجه بكذا طريقه، يعني تقدر توصل لنفس في نقطه النهايه بس بكذا طريقه.
خلاص كده؟ ايوه يعني تختار الطريقه الانسب ليك او الاحسن ليك وتعملها خلاص. الاثر عليك اي حاجه اللي انت تقدر تشتغل بيها وخلاص. تمام؟ بصوا بقى تمام. سيل ستايلز انسرت، انسرت دي اللي انتوا ايه شايفين، تدوس كليك يمين هنا كده لو انت عايز تضيفي زي صف هنا كده في النص كده، دوس كليك يمين هنا كده، كليك يمين انسرت. بصوا في صف اتفرد اهو كده لوحده فاضي اهو، فاهمين قصدي؟ لا ثاني معلش شفت انسرت دي، انسرت انسرت دي يعني كلمه ادراج، يعني مثلا وليكن انا عايز احط صف هنا رقم 3، احط صف في رقم 3، رقم 3 في كلمه لسان صح؟ فانا ادوس كليك يمين عند رقم 3 وادوس انسرت، بقت لسان دي نزلت لرقم 4 صح ولا غلط؟ تمام بس اهو تمام بس اهي. وبعد كده تحط، طب مثلا انا عايز احط عمود هنا مكان رقم جي، اروح دايس كليك يمين واروح دايس انسرت، بقى رقم جي ده بقى عمود فاضي، والانجن سايز ده اتنقل للاتش، فاهمين قصدي؟ طب انا عايز اتفضلي قولي اتفضلي. ممكن كنترول بلس برضه؟ نعم ممكن برضو لو صف او عمود كنترول بلس من الكيبورد. كنترول ايه؟ كنترول بلس. كنترول بلس لا ما انا معلش ما انا بقول لك ما انا مش عارف كل التفاصيل يا بنتي، يعني انا مش عارف كل تفاصيل الحياه بتاعه الاكسل، فانا بحاول ان انا اعرف ان انا بشتغل بيه يعني اعرف اوصل لنتيجه وخلاص، ما هو كل واحد بيعرف يوصل لنتيجه براحته، فاهمين قصدي؟ ناخد الحاجه اللي تخدمنا بس ما لناش دعوه بكل حاجه. اصل الاكسل ده بحر كبير يا جماعه، فانت تشتغلي على تقدري تعملي ايه بس كده. وبعد كده نروح عايز مثلا امسح العمود ده، اروح دايس كليك يمين عليه واروح دايس ديليت. طب عايز امسح الصف ده، اروح دايس كليك يمين عليه واروح دايس ديليت، بس كده. الدنيا جميله قوي، دي اختصار الحته دي، تخيلوا بقى. ها خلاص كده يا جماعه تمام تمام. طب نيجي بقى للمعادلات، حد هنا ما اشتغلش على اكسل؟ أو انا انا ما اشتغلتش على اكسل. انت اللي هو مريم وفاطمه؟ ايوه فاطمه ومريم ما اشتغلتوش على اكسل، حتى ما اشتغلتش على اكسل. انا اشتغلت عليه بس زمان يعني كل حاجه نسيتها اصلا. ماشي انا معاك. هو تاني يا جماعه اللي ما اشتغلش على اكسل يجمع معايا هنا عشان هنعمل اول معادله في حياتكم. ها كده كل كده كله شغال يعني، كله يا جماعه دلوقتي بقى بيعرف يعمل اكسل؟ لا انا ضفت نفسي اهو معاهم اهو للتسليمه. بصوا يا جماعه هنعمل اول معادله في حياتنا كلها. بصوا يا جماعه بصوا في الكلام ده، ولكن نفترض نفترض هنا ان هنا هنا رقم 1 وهنا رقم 2، فالمفروض جمعهم كام؟ 3. برافو عليكم، انا كنت بصراحه مستني الاجابه دي. بصوا يا جماعه لما نيجي عشان نعرف الاجابه دي، بصوا يا جماعه عشان نعرفها كويس هنعمل بقى الاجابه دي ازاي. هندوس بص اي معادله في الاكسل بتبتدي بثلاث حاجات، لا اما يساوي او زائد او ناقص، يساوي او زائد او ناقص، بس المرجح يساوي اللي هي ايكوال اللي هي جنب علامه اللي انت بتمسحي بيها الكتابه دي. هندوس يساوي، بمجرد ما انت بتدوسي كلمه يساوي الاكسل بيعرف ان انت عايزه تكتبي معادله. خلاص يساوي، هتروحي دايسه على الخليه الاولانيه اللي هي الواحد. هيبصوا اتكتبت اف 3 اف 3 اي اللي الخليه الاولانيه. تمام الو تاني معلش تاني بقى الحته بتاعت تساوي دي جبناها منين اصلا؟ ليه الايكوال معلش هو الصوت اكتر، وفي نفس الوقت انا ما شفتش جبت منين الايكوال ازاي. ماشي انتوا خلاص كده كده انتوا كده انتوا معايا كده دلوقتي تمام مع حضرتك. نبتدي نعيد من الاول. بص دلوقتي واحد اهي، واحد دي الخليه بتاعتها اسمها ايه؟ اف 3. ما احنا قلنا يا جماعه الاف 3 اهي. تمام ماشي تمام. ورقم 2 دي كام؟ اف 4 صح ولا غلط؟ حلو جميل. طب انا عايز اجمعهم مع بعض، اعمل ايه؟ اروح دايس يساوي. المعادله يا جماعه اي معادله في الاكسل لازم تدوس كلمه يساوي. ايوه انت بتدوسها منين بقى؟ هو ده السؤال. يساوي يا بنتي جنب الارقام. ما هو ده السؤال. 3 4 لحد اندر سكور جنبها كلمه يساوي. على الكيبورد يعني تحت من الكيبورد. هو انتوا بتجيبوها من باونس ولا ايه؟ مش قصدي، لا انا كنت فاكر ان حضرتك بتدوس على حاجه في السرير من فوق يعني. بجيبها مثلا تاتش ولا ايه؟ بحذفها عندي من بيت، بحذفها في ال... فين يا جماعه؟ ما ايه علاء في ايه؟ ما تقدر الناس بجد والله العظيم.
معلش تاني انت قلت لي ايكوال بتساوي كام؟ بتساوي ايه في الكيبورد؟ ايكوال دي اللي هي جنبي، شايفه كلمه زيرو اللي فوق زيرو؟ جنبيها ايه على اليمين؟ على اليمين عندي ديليت ده على اللاب على يعني ما في. طب انت بتعملي زائد ازاي؟ في بلس دي ادوس عليها؟ دوسي كده جربي، دوسي كده شيفت بلس. شيفت بلس اوكي. لا بتطلع لي بلس برضو. طب ماشي، حتى لو بلس فهي هتكتب لك المعادله. قلت لكم يا جماعه المعادله بتتكتب لا اما بيساوي لا اما ببلس عادي. يعني لو انت عايز تكتبي معادله لو دوست بلس هتكتب لك، لو دوست يساوي هتكتب لك. خلاص كده تمام كده تمام. معلش سؤال، اتفضل. طب ليه ما احطش رقم 3 وخلاص؟ ليه نعمل معادله؟ يعني مش محتاجه. صح عندك وصل غريب شويتين بس. يعني انا لو انا عايز اسالك سؤال، لو انا عايز اجمع دولك كلهم في ارقام كبيره، لو انا عايز اجمع دولك كلهم اجمعهم ازاي؟ لا كتير قوي. انا كنت اقصد في الثانيه، يعني لما الاقي رقم ارقام سهله وزغننه ليه ما احطش انا الرقم خلاص؟ ايوه ايوه. هي 13 زائد 16 كام؟ 13 16 20 36 29 29. ما هو ده اللي بكلمك فيه، ان انت في معدات كتير عايز تكتبيها. هتكتبيها ازاي؟ هتجمعي كل ده؟ هتجمعي ده كل ده ازاي؟ تمام فهمت. بصوا بقى يا جماعه، عشان بقى نكتب بسم الله الرحمن الرحيم بقى يا جماعه بعد اذنكم، كله كده بقى فين دلوقتي ان احنا نجيب البلس ازاي والايكوال ازاي؟ عشان بس نخش بس عشان المعادلات بس ايه ما نطولش فيها كتير. بص هنروح قايلين كلمه بلس او ايكوال، صح كده يا فاطمه؟ لا اما بلس لا اما ايكوال. تمام تمام. لو انت بس هتجمع هتجيب لك برده نفس النتيجه. وهنروح قايلين على كلمه رقم واحد. تمام، ندوس على خليه رقم واحد يا جماعه، مش محتاجه اي تفكير على فكره. تمام تمام. وبعد كده ندوس زائد شيفت بلس اللي هي علامه الزائد اهي، كانك بتكتبي كانك بتحليها في ورقه، وتروح دايسه على رقم 2 بقت اف 3 زائد اف 4. خلاص تمام يا جماعه. حد هيديني اي تعليق تاني ولا اكمل؟ معلش ثواني، انت الاول عملت دوست ايكوال وبعدين دوست واحد وبعدين بلس، اف 4 دي طلعت ازاي بقى واف 3 ظهرت ازاي؟ انا ما ظهرتش معايا كده. لا اله الا الله. اف 4 دي رقم الخليه. لا اله الا الله يا فاطمه. يعني اكتب فاطمه معلش معلش ركزي كده معايا معلش. لا خليكي معايا فاطمه، ما تخرجيش بره يعني، ما تقفليش ميوت، خليكي معايا. الو مش واحد فاطمه انت معايا صح؟ الو الو انتوا معايا كده يا جماعه ولا انا اللي بكلمها ما بتردش؟ سالت مريم. تمام احنا زي الفل. تمام. لا 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 انا عايز اللي سالت ترد معايا تكلم معايا. مين اللي سالت؟ تمام معايا مريم. مريم بصي يا مريم خليكي معايا بقى معلش، خليكي جنبي معلش. دلوقتي احنا هنقول يساوي صح كده؟ تمام عملتها. قصدك ان انت قصدك ان انت كتبتي 1 زائد 2 كده؟ لا بصي يا مريم معلش خليكي معايا، احنا هندوس على رقم 1 اللي هي في الخليه دي. شفتي اول ما دوست عليه ايه اللي حصل؟ الخليه اتكتبت اهي. تمام انت معايا صح؟ وبعد كده ندوس شيفت بلس اللي هي هنكتب بلس. تعرف تكتبي بلس جنبيها ولا لا؟ تمام كتبتها وظهرت الرقمين زي ما انت ظهرت عندي. لا والله ابدا، ده لازم اكتب الثانيه. معلش يا مريم ده انت هتبقي معايا النهارده. لا معلش خليكي معايا معلش، خليكي جنبي عشان بحس بالامان. هندوس كده اهو. كام؟ رقم 3 اهو يا جماعه صح كده؟ الحمد لله كده عشان تمام زي الفل. طب تمام بالظبط. طب لو انا غيرت رقم 1 دي خليتها رقم 6 مثلا ايه اللي هيحصل؟ بقى تحت على طول هتتغير النتيجه. بس كده شفتوا بقى حاجه حلوه، ده سحر لوحده. ايه رايك يا استاذ؟ لا حلوه. اي خدمه عشان تعرف ان احنا جامدين. حضرتك ممكن اقولها بطريقه ثانيه الحته دي؟ اتفضل. ممكن اعمل عليهم سيلكت على الخانات اللي انا عايز اجمعها واعمل اوتو سم على طول. يا راجل يا راجل انا بتكلم معاهم، ده احنا الناس عتلت معايا في 1 زائد 2. اقول لهم اوتو صم يا جدع، اقدر الناس يا جدع.
صم ايه يا عم محمد؟ قلت صم ايه؟ اصبر بس بالله عليك. بصوا يا جماعه انا بتكلم لو هجمع خانات كتير، لو هجمع عدد خلايا كتير مش هقعد اعمل بيساوي زائد. يا محمد افهمني، انت لازم برضو تتعلمه من الماني والاول. خلاص طيب تمام خلاص يعني. ماشي، هتنبسط على فكره، انا هعمل لك حاجات هتنبسط بيها. المهم نمسح دي كده. بصوا يا جماعه، هو انا ممكن ابدا ببلس ازاي يا دكتور من غير ايكوال، او ابدل ايكوال ببلس ازاي يعني؟ من الاخر طلع لي علامه الزائد عندك، اكتبها انت بقى زي ما تكتبها. الكيبورد عندك بالطول بالعرض اكتبها، اصل انا مش عارف يا جماعه ادور في كل كيبورد بتاعت الناس. لا لا اقصد حضرتك قلت ممكن تبدا بايكوال او ببلس، يعني اكتب ايكوال مكان بلس اهي، لو انا بس توقف دي زائد هتطلع لي نفس النتيجه 8 اهي. تمام يا ناس، خلاص كده. حد عنده اي اسئله جميله تاني؟ لا تمام. يا مريم يا مريم يا مريم، مفيش. لا مفيش. لا لا لا، انت هتبقي معايا عشان احس بالامان، بس انت معايا خلاص. دلوقتي يا جماعه انتوا معايا ولا مع الاسف؟ والله مع حضرتك. معلش اصل انا مريم بتبعد شويه وبعد كده بتظهر تاني تقول لي انا مش شايفه، فخليكي معايا بعد اذنك يا مريم عشان احس بالامان بس. بصوا يا جماعه، طب دلوقتي احنا عملنا على خليتين، طب ايه رايكم لو احنا عملنا على كل الخلايا دي؟ لو قلنا مثلا عايزين نجمع كل دولت هنجمعهم ازاي؟ دي بقى اولنا نزللهم كلهم بقى ونحط الايكوال او بلس نعملها ازاي؟ قولي لي بقى نعملها ازاي. اولنا حضرتك تعالى كلهم. اوه محمد انت عارف، بس قول برضه محمد. انا بقول برضه ممكن اقول انا حضرتك؟ خلاص قولي. لا قولي قولي، او خليها محمد عايزك تجتهد بعد اذنك يعني. خلاص ماشي خليها تقول. قولي يا جماعه، قولي قولي يا عزيزي. تمام، ممكن هنقول ايكوال وهناخد اول واحده في الصف من فوق واخر واحده خالص، يعني اسم الخليه بتاعت اول واحده فوق كده، اسم الخليه الاخيره، وبعد كده اسم الخليه الاخيره كده، ولا ايه؟ مش فاهم ازاي. كنت اقصد كده يعني نعمل يعني بلس او نعمل العلامه اللي هي قيله دي، معرفش ايه موجوده اللي هي دي يعني كده. قصدك كلها كده؟ بالظبط كده، وبس هتظهر الرقم بتاعهم كلهم. ودوس انتر يعني. تمام. ما حصلش حاجه. هي تمام. احنا هنمشي على حل استاذ محمد. بصوا يا جماعه، استاذ محمد سوري كان بيقول ايه؟ اقول استاذ محمد، هو استاذ محمد اللي هيتكلم بقى. يا مريم نعم. معلش خليك معانا، الموضوع فعلا عشان ما تعطليش والله. تمام ماشي تمام. قولوا يا جماعه، قول لي يا استاذ محمد بقى نعملها ازاي. انا حضرتك عندي طريقتين. اتفضل. طبعا الطريقه اللي انا هعمل الطريقه الاولانيه اللي اتك ايكوال، وطبعا اختار خانه يعني مثلا اتك ايكوال واختار الخانه اللي عايزها زائد دي زائد دي زائد دي، بس هيبقى كتير قوي. بصوا يا جماعه ممكن انسى واحده في النص. لحظه يعني، بصوا قصده كده، تخيلوا بقى احنا نقعد. تمام كده. بص المعادله تحت. لا لا عمالين نزودها كده اهو، وعمالين نزود دي زائد ده، شلل ده شلل كتير قوي، ممكن انسى واحده كمان. بالظبط. قول لي بقى ايه تاني. انا هحددهم كلهم، هحدد الخليه كلها اللي انا عايزها الجنب، واتك عليها اوتو صم في الخانه الفاضيه اللي تحت، هيروح جميع كله. صح، بس اوتو صم اللي انت بتتكلم فيها دي حاجه كده اوتوماتيك. انا بس اقول لهم على حاجه، انا عارف انا عاملها برضه صم. انا عاملها بصم. لحظه انا عاملها بصم، بس انا اقول لك بس هنعملها ازاي دلوقتي. تمام ايكوال صم. بصوا يا جماعه، لحظه بعد اذنكم، انا هدوس بعد اذنكم لحظه بس، انا هدوس يساوي ايكوال. في معادله كده اوتوماتيك بتعمل حاجه اوتوماتيك فجاه كده، بتدوس اسمها صم، اس يو ام، اي دوس عليها مرتين، كليك بكليك الشمال دوس عليها مرتين اهي، وبيقول لك ايه؟ علم لي على كل ده اهو، علمت على كل ده، انا بعلم عليه اهو. وبعد كده بص الكوس اهو مفتوح اهو، نقفل الكوس او ندوس انتر وخلاص، دوس انتر اهو. قال لك مجموع كل دولت بمليون 303,000. خلاص كده. وبرده دي برده شورت كات كده في الاكسل، لو انت علمت على كل ده هتلاقي بص الرقم اهو 1,303,000 الجمع بتاعهم اهو. حد فاهم حاجه؟ معلش ممكن تعيد الخطوه دي تاني؟ انا بحبكم كلكم والله، هنعيد من الاول. لا مش لدرجه من الاول. لا هي اللقطه بتاعت الصم اللي هي كليك من على الشمال. لا الحته دي بس. بصوا يا جماعه ايه اللي يرجعنا من الاول؟ طيب هندوس ايكوال اهي، وبعد كده هندوس كلمه اسمها صم، اس يو ام. انت اول ما بتكتبي بعد ايكوال اس يو ام هتبتدي تظهر لك اهي، اس يو ام اهي،
اول واحده اهي دوس عليها مرتين اهي، وبعد كده نعلم على المدى ده كله، ده اسمه مدى، هنعلم على المدى كل ده خلاص. وبعد كده ندوس انتر، قال لك ايه ده جمعهم مليون مليون 303. هل كده في حاجه؟ تمام. لا كده زي مريم ولا كده خلاص مريم كده؟ اول بالنسبه لي انا لما ضغطت على ايكوال مش ظاهر اصلا ريفليكت يمين اي ايكوال ولا حاجه. بصي اقول لك على حاجه، حاولي تدوسي ايكوال وما تدوسيش بعديها مسافه. ما تدوسيش بعديها مسافه. طب طب امسحي امسحي خالص عشان ممكن تدوسي مسافه وبعد كده تدوسي ايكوال، يعني خشي في خليه تانية خالص ودوسي ايكوال بس وبعد كده اكتبي اس يو ام ايكوال اس يو ام. ظهرت لا. بصي يا مريم انا متاكد ان في حاجه انت بتعمليها غلط، دوسي ايكوال. بصي يا مريم انا اهو بصي في في المعادله ظهرت كده، ظهر كده واحده. تمام ماشي تمام كده يا جماعه. بعد كده نيجي بقى كتبتها على الكيبورد وظهرت، فعشان هي مش ظاهره بالكليك يمين فاضطريت اكتبها. ماشي تمام. بصي يا جماعه نيجي بقى لمعادله الطرح. الطرح دي مفيش اسهل منها، سامحني كده. الطرح مفيش اسهل منه، سامعيني كده. هنيجي نمسح كل ده. صوت تمام. هنمسح كل ده وهنيجي بس في معادله الطرح نقول له ايه، دي مثلا 10 وهنا 5 او 6 وهنا النتيجه، نقول له ايه بيساوي اللي هو الخليه دي ناقص الخليه دي، وندوس انتر. الله الموضوع حلو قوي صح كده يا جماعه؟ صح. ماشي. اللي على اللي هي او القسمه مثلا دي 6 وهنا رقم 3 وانا عايز النتيجه في الخليه دي، اروح دايس بيساوي 6 العلى دي اللي هي اللي هي علامه اللي هي عليها علامه سلاش دي كده اللي هي سلاش دي، عارفينها دي يا جماعه لقيناها في الكيبورد اللي هي علامه السلاش دي. بعد كده ندوس على 3 يعني 6 على 3 فيها الاثنين. الله الموضوع احلى، ما فيش اسهل من كده. طب نيجي بقى اللي بعديها احلى واحلى، 2 وهنا 5 او هنا 5 وانا عايز النتيجه في الخليه دي، اروح دايس يساوي خلاص، اروح دايس يساوي 2 اللي هي اللي هي الفي دي اللي هي شيفت 8، شيفت رقم 8 فوق اللي علامه الاستريكس او علامه النجمه اللي فوق دي، الفي دي ادوس انتر بقت ب 10. يا محمد خلاص كده يا جماعه تمام كده احنا كده احنا تمام يا مريم. كده احنا تمام يا مريم صح؟ كده احنا تمام كلنا تمام زي الفل قوي. اصل انت عارفه ليه يا مريم انا بندهلك كتير؟ عشان انت شغاله على اللابتوب، فانت هتبقي انت بتجري معايا زي يعني شغاله معايا، فاهمه؟ تمام. بصوا يا جماعه بقى هنيجي نمسح دي كده كلها. احنا كده خدنا الجمع والطرح والقسمه والفي صح كده، اللي هي المالتي بلاي والديفايدد والبلس وال تمام. نيجي بقى في حته بقى الثانيه اللي هي ايه، نيجي في المعادله بقى الضخمه بقى، المعادلات الحلوه دي المجعلصه دي. وليكن هنا والله العظيم مثلا هنا في 1 هنا 2 هنا 3 هنا 4 هنا 5 هنا 6 تمام. وليكن انا عايز اعد ركزوا في اللي انا بقوله اهو. محمد مثلا اهو لحظه، ودي مثلا مينا وده صامون مثلا. بصوا يا جماعه دي هنا ارقام وحروف، ارقام وحروف خلاص، وعايز اعد كل دول يعني اقول له انا عايز اعرف عددهم كام، العدد مش الجمع، عددهم فقط، فاهمين قصدي؟ العدد يعني هم كام واحد. يعني هو انت عايز يعد الاشخاص يعني ويسيبوا لهم الارقام يعني ولا ايه؟ يعني يعد الخلايا، انا ماليش دعوه باشخاص وارقام، يعد لي الخلايا كام خلايا. تمام خليه مليانه بس كده. بص تمام عشان نعرف كام خليه مليانه، انا ماليش دعوه مليانه بايه، مليانه بقى بشتيمه، مليانه بكلام، مليانه بحروف، انا عايز اعرف هي مليانه بايه. اروح دايس يساوي في معادله اسمها كاونت اي، اكتبوها كده يا جماعه، كاونت اي، كاونت اي اسمها ايه، كاونت اي، فاهمين؟ مش قاريينها يا جماعه؟ تمام وهنروح معلمين على الكم اللي هو المدى ده، ده اسمه مدى الخلايا دي كلها، وندوس انتر.
قال له دولت مجموعهم 6. طب تعالى كده نشوف، ادي 1 2 3 4 5 6. اه تمام كده، الله ينور. طب لو انا مسحت حاجه هنا بقى مجموعهم 5، خلاص تمام. طب في كاونت بس يا دكتور، كاونت الارقام بس، لكن احنا بنقول بقى كاونت الفرق دي بتاعت كل حاجه. مين اللي مكمل؟ احمد معايا؟ انا تمام. اه دكتور، كاونت للارقام بس، كاونت ايه؟ ارقام وكلام، فانت بتبقى بالكاونت ايه افضل لك. ماشي. بصوا يا جماعه، ما بين كاونت وكاونت ايه، لو انا جيت دلوقتي دوست يساوي كاونت بس اللي هو قصده عليها احمد دي، وعلمت عليهم كلهم، هيعد لي 2 بس. عارفين ليه؟ لان هيعد لي الارقام مش هيعد لي الكلمات. معايا؟ تمام. لكن انا عايز تمام. حاجه تلم لي كله، يبقى كاونت ايه، كاونت اهي ايه، واروح معلم عليهم كلهم، قال لي كام؟ قال لي دولت 5. خلاص كده يا جماعه تمام كده؟ تمام ماشي. نيجي بقى للمعادله اللي بعديها اهو، نمسح دي كده معلش انا اسف لحظه. بصوا يا جماعه سامعيني كده؟ سامعيني؟ اه تمام. بصوا يا جماعه، دي ماركت عربيات كتيرة، وانا عايز اعرف الماركات دي كم عددها قد ايه، عددهم قد ايه، يعني نيسان دي كم مرة هنا، تويوتا دي كم مرة هنا، هيونداي دي كم مرة هنا. خلاص احنا قلنا العدد بتبقى ايه، اسمها ايه عشان تعرف؟ اسمها كاونت. بالظبط اسمها كاونت، صح. علشان تعد بشرط، ما هي دي كده اسمها شرط، ما انا عايز اعد اللي هو الكلام اللي فيه نيسان بس، مش اعدهم كلهم، انا عايز اعد الكلام اللي فيه تويوتا. فلترشن بقى، يعني انا اخترت حاجه هفلتر بيها. بالظبط. تمام. فانا عايز اعد حاجه ان هي تبقى عد بشرط. العد بشرط دي اللي هي الحاجات الشرط دي، اي حاجه فيها شرط اسمها اف، اي اف. خلاص. يبقى انت تعمل ايه؟ في معادله اسمها كاونت اف، اللي انت تعد بشرط بيساوي كاونت اف. كاونت اف بيقول لك الرينج. بص بقى اقروا بقى المعادله، عشان المعادله دي يا جماعه دي اللي هتحل لكم حياتكم كلها. بصوا اهي الرينج اهوت، لو تلاقوها تلاقيها تقيله كده شويه، يعني الكلمه تلاقيها تقيله. بيقول لك انت المدى اللي انت عايز تعد منه، المدى ده فين؟ هقول له المدى ده كل ده، الحته دي كلها. معايا؟ تمام. بعد كده بصوا، لو تلاحظوا بعد كلمه رينج بعديه كلمه، بعديها ايه؟ بعد كلمه رينج سيجمنتيشن، اللي هي اسمها كوما. كوما. بعد كده يقول لك الكرايتيريا، انت عايز تعد ايه بالظبط؟ هقول له انا عايز اعد لسان، اللي هي الخليه دي اللي مكتوب فيها كلمه. بصوا يقول لك ايه، نيسان دي اتذكرت هنا 4 مرات، ادي كده 1 2 3 4. فاهمين قصدي؟ تمام. طب نسحب المعادله، عشان تسحب المعادله تقف هنا كده وتروح، شايفين اول ما تيجي تقف هنا كده في اليمين كده هتلاقي في علامه كروس ظهرت، تروح ساحبها لتحت. طب كلمة تويوتا اتذكرت كم مرة؟ اتذكرت 6 مرات، ادي تويوتا 1 2 3 4 5 6. فاهمين قصدي يا جماعة؟ تمام. حلوة دي يا احمد، صح؟ حلوة. ماشي يا نجم، تعالى بقى اللي بعديها بقى، ده اللي بعديها تنبسط بيها قوي. خلاص كده يا جماعة، احنا كده وقفنا عند ايه؟ معلش كده، ممكن حد يعمل لي ريفرش كده اللي احنا قلناه كده؟ بعد اذنكم يعني. ليه؟ من الاول خالص ولا من اول المعادلات؟ احنا شرحنا المعادلات، المعادلات احنا شرحنا فيها ايه؟ شرحنا فيها اول حاجه الجمع. الجمع ايه؟ نعم. اللي اسمها ايه؟ اللي هو ان احنا ايكوال او بلس تحت الارقام في الخانه اللي احنا عاوزين يظهر فيها. ماشي. وبعد كده نسلكت على الرقم الاولاني هيظهر اسم الخانه والصف اللي هو فيه، وبعد كده نكتب بلس، ونسلكت على الرقم الثاني
هيطلع لنا على طول ويندوز انتر هيطلع لنا طبعا النتيجه يعني في الاخر. الجمع يا جماعه من الاخر الجمع اسمها صم، الجمع اسمها صم ضرب ماينس العلى، العلى اللي هي ديفايدد، واللي هي الضرب اللي هي اسمها اللي هي اسمها مالتي بلاي. خلاص يبقى احنا كده شرحنا، والكاونت كاونت ايه لعد اي حاجه، وكاونت اف للعد الشرط. اي حاجه اف يعني فيها شرط، وكاونت بس يعني الارقام بقى ولا صح ولا ايه؟ كاونت الارقام بس بالظبط كده. تمام كده يا جماعه انتوا معايا؟ تمام هو في معايا بس ما بيردوش يعني، مينا، امنيه، سهر، شريف، سيف قصدي، وسام، شروق، فاطمه، ايه الاخبار يا جماعه انتوا معايا ولا مع الاسف؟ مع حضرتك والله. اصل ما فيش اي، مع حضرتك. معلش انا اسف. طيب يعني حسيتني بالامان. هو انا ممكن اسال سؤال؟ هو انا عشان بقول لك خلاص اتفضلي قولي. هو انا عملت لك اكتيفيت ولا ايه؟ اتفضلي. انا عايز اعرف بس هو في فرق دلوقتي لو انا بعمل صم واوتو صم، يعني انا لو بعمل الكولمان. قلت لك يا ستي، قلت لك والله والله الاكسل ده مليون طريقه وطريقه، وفي الاخر هتطلع لك نفس النتيجه. على فكره انا بطلع، انا بتكلم في النتائج، في دقه النتائج، او يعني في ان مفيش مثلا خليه ما تتحسبش، او خليه يكون فيها غلط مدخله فيها داتا غلط فما تتقريش. بتكلم في النقطه دي. هو الغلط هيبقى فين عندك انت؟ هيبقى هيومن ايرور، انت اللي هتبقى الغلط عندك انت، مش في ايوه. ما انا لو شغاله على شيت كبير ومدخله داتا كتير في الشيت وبعمل مثلا معادلات، فعايزه المعادله تسمع في كل الخلايا اللي فوق، وفي خليه مش قاريه فيها حاجه او ان انا مدخله فيها داتا غلط، فالحاجه دي ممكن تفرق. غلطتك مش غلطه المعادله. ايوه انا غلطتي، ما انا عايزه اكتشف الغلطه. ما انا ممكن وسط البيان ده كله او الشيت كبير انا شغال عليه مش عارفه اوصل في انهي خليه بالظبط. انت عايزه ثواني لحظه كده حطيت الهوست. ماشي زي الفل. نعمل بقى ميوت ليه بقى بصراحه، عشان انا انسان سادي اساسا، بحب ان انا يعني ابقى معايا الباور. سامعني كده يا جماعه؟ تمام. ماشي بصوا بقى اللقطه دي هتعجبكم قوي. احنا دلوقتي قلنا ان كاونت اف دي، كاونت اف دي بتاعت العد، العدد، العدد فقط، العدد فقط، العدد فقط. افتكروا الكلام ده كويس. وليكن دي اسامي ناس، محمود، سامح، مجدي، الكلام ده كله. دي مبيعات على مدار كام يوم. خلاص. فانا عايز ركزوا بقى في اللي انا بقوله ده. انا اخد دي كده، معلش كده لحظه، انا معلش انا نسيت بس اجمع دي كده لحظه، اخليها هنا كده. يعني انا بقى عايز، بصوا يا جماعه انا دلوقتي عايز اعرف محمود، نخليهم مثلا مده اربع اشخاص كده ولا حاجه ولا نص. انا عايز اعرف الناس دي مبيعاتهم التوتال بتاعهم قد ايه. يعني بصوا ركزوا كده، محمود عمل هنا 200 جنيه، بعد كده راح محمود هنا عمل 500 جنيه، بعد كده راح محمود هنا عمل 200، بعد كده راح في محمود تاني، لا مفيش محمود تاني، مثلا سامح عمل 500، بعد كده راح سامح عمل 2500. فانا عايز اجمع كل مبيعات محمود وكل مبيعات سامح وكل مبيعات الدنيا دي كلها. انتوا فاهمين حاجه ولا لا؟ تمام فاهمين. تمام. دي حلوه دي صح، الفكره دي هتبقى هتعجبك طبعا على فكره. دي حلوه دي. بصوا بقى يا جماعه، هتعجبكم بجد والله. فايه اللي هيحصل بقى يا جماعه؟ بصوا بقى دلوقتي، انا الفكره دي اللي بقولها لكم دي، الفكره دي بتبقى عباره عن ايه؟ الفكره دي بتبقى عباره عن مبيعات شركه. يعني دي عموما على فكره، انا مش بهزر، دي فعلا عموما. يعني تخيلوا كده، انتوا كناس شغالين في شركه، وشغالين في شركه مبيعات، ومثلا تسنيم دي باعت النهارده ب 1000 جنيه، باعت بكره ب 3000 جنيه، باعت بعده ب 4000 جنيه، مريم نفس النظام، احمد نفس النظام، وهكذا. فاحنا عايزين نجمع كل مبيعاتهم دي كلها خلال الشهر كله عشان نعرف هم باعوا بكام، صح كده؟ تمام. عشان التارجت حتى بتاع كل واحد. صح كده قوي، صح كده قوي. فاحنا نعمل ايه بقى؟ في نجمع دي، نجمع دي يعني ايه يا جماعه؟ صم. انا مش بزعق على فكره، دي حاجه كويسه على فكره، انت فاكره
ايوه سلمى انا صفر انا صفر هو انت على حسب انت ولا لا. طب المهم يعني هو المهم يعني هو هي صم فعلا بس احنا عايزين نجمع بشرط معين اللي احنا عايزين نجمع مبيعات محمود بس سامح بس مجدي بس مين اصلا كاونت اف كاونت اف دي عدد تعد مش تجمع احنا بنعد محمود دي صم اف طيب كاونت للعد اللي انت بتعدي سامح ده كام مره اتذكر في الشيت غير لما تقولي سامح ده باع كام باع قد ايه فعشان اف بس بالظبط هتبقى صم واف مش احنا قلنا كاونت اف دي تعد بشرط لا صم دي تعد تجمع بشرط هندوس يساوي صم الثاني واحده قصدي معلش كده هي تبقى صم اف اي او لا ركزوا بقى في المعادله دي عشان المعادله دي طويله شويه بيقول لك الرينج ايه الرينج هتقول له الرينج ده اللي هو المدى بتاعك المدى ده اللي هو فيه مين فيه الناس دي اللي هو ده نعلم عليهم كلهم اهو خلاص اهو بعد كده بعد الرينج دي بعديها كلمه اسمها ايه يا جماعه كرايتيريا لا كلمه كوما بعديها كوما أو سيمي كولون بقى على حسب انتوا عندكم في الشيت عامل ازاي كوما اهي بقت في اسمها كرايتيريا اهي الكرايتيريا دي اللي هي ايه الكرايتيريا دي اللي هي مين اللي انت عايز تعده اقول له محمود اللي هي الخليه دي بعد كده في كوما تانية بيقول انت عايز تجمع ايه السم رينج اقول له انا عايز اجمع دولت تمام ندوس انتر محمود بقى 700 طب تعالوا كده نتاكد محمود 200 او 200 ننزل 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 محمود 500 هل محمود كم؟ مفيش محمود تاني فعلا 200 و500 طيب معلش ممكن سؤال اتفضل طيب حضرتك لما عملت دوست على الكي كي 3 صح ليه ما دوسناش على اف 3 تاني كده ما هي محمود حضرتك عملت صم بلس وصم ايوه دي حضرتك دوست على كي 3 هو مش يعني ليه ما دوسناش على اف 3 مكان كي 3 عشان احنا كاتب محمود بره ايوه احنا عايزين حضرتك عاوزه ما هو عايز محمود اللي في العمود بتاع اف هيدور في العمود بتاع اف نعيد من الاول يا اميره وخليكي معايا خلاص بعد اذنك يعني ممكن تخليكي معايا لحظه اصل انا معلش انا اسفه ان انا دخلت متاخر معلش عشان انا دخلت في نعيد من الاول في اتاخرت شويه لما دخلت اخر مره لا نعيد من الاول هندوس يساوي خلاص ان احنا نجمع بشرط اسمها صم اف اي حاجه اسمها فيها شرط هتبقى خلاص تمام هنروح انا فاهمه صح. انا فاهمه اللي حضرتك قلته مش زي الفل احنا هنجمع كل حاجه من محمود اللي في العمود اف بارقامه اللي في العمود جي انا فاهمه العمليه الحسابيه كلها كويس قوي يبقى هنعمل ايه يقول لي الرينج بتاعك انت ايه اللي انت عايز ايه اللي انت بتدور فيه هقول له الناس دي ده الرينج او المدى خلاص اهو خليكي معايا في المعادله اقري المعادله معايا يا امير الرينج اهو بعد الرينج في كوما هندوس كوما الكرايتيريا دي ايه اللي انت عايز تعد له مين اللي انت بتدور عليه اقول له محمود انا بدور على محمود في الشيت ده في الحته دي كده في المدى ايوه فاهمه قصد حضرتك انا بقى بتكلم في النقطه دي هو مش المفروض ان هو هيدور لي على محمود اللي في العمود اف اللي هو الارقام اللي جنبه فالمفروض كنت ادوس على ما هو محمود ده ماشي لان محمود كتير في العمود ده صح مش اف 3 بس ده اف 3 وكذا كذا صح انا جايب محمود صح فهمت خلاص انا فهمت خلاص اهو الكرايتيريا دي محمود بعد كده ندوس كوما تاني طب السم رينج ايه اقول له انا عايز اجمع لي الكلام ده كله اجمع لي مبيعات ده كله بعد كده ادوس انتر محمود دلوقتي بقى 700 طب تعالي نشد المعادله كده لتحت تمام ماشي سامح 3008 سامح ده ادي 500 ادي 500 سامح بعد كده سامح هنا ادي زائد 2508 هتلاقوا الجمع تحت اهو 3008 اهو ما هو 500 زائد 2508 3008 فاهمين قصدي يا جماعه ولا لا؟ ايوه فاهم ولا مش فاهم؟ يعني انت يا اميره فاهمه في حد تاني معايا ولا مش معايا؟
حضرتك تمام صح. بس كده انا كده انا كده عملت الصميم دي. هل في حاجه تانية يا جماعه مش فاهمينها لا قدر الله؟ الو تمام تمام كده كويس. انتوا كده معايا ولا لسه يا جماعه؟ تمام مع حضرتك. احنا كده قلنا ايه؟ قلنا ان احنا شرحنا الجمع. بصوا يا جماعه عشان تعرفوا صم يعني جمع، جمع تمام. وشرحنا الماينس اللي هو الماينس اللي هو ناقص، والعلى او اللي هي دي كده دي على، ما اعرفش على دي تتكتب ازاي، على قسمه نكتبها قسمه 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 وطرح ضرب تمام. و كاونت اف اللي هي كاونت ايه قصدي اللي هي عد الخلايا كاونت اف هتبقى عد الخلايا بس بشرط. انتوا معايا يا جماعه صح؟ ايوه مع حضرتك. صم اف اهي صم اف جمع الخلايا بشرط اهو كده. احنا ده اللي شرحناه كده كمان كده يا جماعه. الو تمام. هل في حد مش فاهم حضرتك؟ هل في حد مثلا نفسه يعرف حاجه وانا مش قايلها له؟ يعني انا تحت امركم في اي حاجه. اتفضل يقول. معلش انا في حاجه كانت فاتتني برضو اللي هو العمود بتاع الكي. لما حضرتك كتبت محمود وكتبت سامح وكذا، هو حضرتك عملت كوبي عادي كتبت محمود عادي ولا حطيتها بقانون او بحاجه؟ لا انا كتبتها عادي، كتبتها كوبي عادي، كتبتها بايدي كمان كوبي عادي. هو بقى هيفهمها ان ده نفس اللي مكتوب في العمود. بالظبط. خدي بالك لان التاني. لو انت بصي يعني ما دام هو نفس ركزي، لان انا لو غيرت كلمه محمود دي بس وخليت فيها مسافه مش هتتقري، هتلاقي 500 جنيه يعني. ايوه صح، لازم نفس الكلمه تكون موجوده في نفس الخليه. انا افتكرت ان لازم اخدها كوبي. تمام. تمام. هل في اي اسئله ثانيه يا جماعه ولا حاجه؟ الو. طيب دكتور انا دخلت متاخر في المره الثانيه فما حضرتش الجامعة والضرب والحاجات دي. لا اصل الموضوع طويل قوي يعني. ممكن ابص اسمعيني الفيديو انا كده كده مسجله، يعني انا كده كده هسجله. انا بص يا جماعه انتوا معايا ولا ايه؟ تمام مع حضرتك. بصوا انا 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 هنا اهو في انا عايز بس اكتب لكم، مش عارف اكتبها فين. اكتب فين انا ولا مش عارف. تشات في تشات؟ لا المفروض لا. في شات لا برضو. طب بصوا انا هقفل الميوت هنا، هقفل هعمل ستوب شير. ايوه. بصوا يا جماعه دي قناتي، القناه اسمها السرشاجي. دي القناه دي انا بعون الله هنقل عليها الفيديو اللي احنا عملناه ده، وتقدروا ترجعي له في اي حاجه. السرشاجي ده على اليوتيوب، تقدروا تخشوا تشوفوه على اليوتيوب. ده برده في حاجات انا كاتبها على اليوتيوب، وكمان هرفع الفيديو ده على اليوتيوب اول ما اخلص من هنا. خلاص كده يا جماعه؟ تمام. شكرا لحضرتك. شكرا قوي ليكم يا جماعه، شكرا قوي ليكم. لو حد عنده اي استفسار انا تحت امركم في اي وقت. شكرا لحضرتك. شكرا جدا ليكم، شكرا جدا ليكم يا جماعه، شكرا جدا. سلام عليكم. سلام عليكم.